يقول السائل: رجل لبس ثوب الإحرام قبل الميقات في الطائرة، وعند الميقات لم يسمع الإعلام بدخول الميقات يلملم، وأحرم فوق جدة وأدى مناسك العمرة، ماذا عليه؟ عليه فدية، عليه أنه يذبح فدية في مكة تجزي في الأضحية، يعني في السن وشروط الأضحية، يذبحها يوزعها على فقراء الحرم، لأنه تعدى الميقات بدون إحرام فترك واجبا من واجبات العمرة، يجبره بدم. وإن كان لا يستطيع أن يذبح لفقره أو ما معه نقود، يصوم 10 أيام. نعم.